اتاخرت ليه يا نجيب؟ انا قمت الليله باظت. كان لازم استنى لما ماما تتاكد اني نمت. جبت الهدوم؟ بس خلي بالك في مروب بتاع ماما، لو حصل له حاجه هنروح في داهيه. طيب البسوا هدوم الشخصيات. يا لهوي الواد رافض ما جاش راخ. امال مين هيقطر؟ ها انا جيت اهو، يلا بسرعه نطلع قبل ما الجمهور يحدفنا بالطول. يلا دق دقات الستار. سمع هوس يا ولاد بلادنا الكرام، بمناسبه افتتاح موسم الفرسان في هذا الزمان والمكان، هنقدم لكم حكايه عجيبه غريبه من حكايات الزمان، وهي حكايه السندباد البحري ووصوله لجزيره الاحلام. السندباد يا ولاد كان بحار عظيم، قلبه قلب اسد ودراعه من حديد. وفي يوم كان السندباد واقف على السفينه والموج عالي بيضرب في السفينه، لقى جزيره بعيده، قال الرجاله اللي معاه يلا نرسع الجزيره نملى الخزانات ميه ونجيب الاكل. لكن القبطان قال بلاش الجزيره دي يا سندباد، عشان فيها وحش كبير بياكل البني ادمين. لكن السندباد ما بيخافش، قال للرجاله انا هنزل اواجه الوحش واجيب لكم الاكل والميه. نشكر الرب على نعم. الف هنا وشفا يا حبيبي. اعمل لك قهوه؟ كتر خيرك يا لطيف. انا هطلع ابص على الولاد وبعدين اروح انام. الولاد في سابع نومه، اطلع انت ريح جسمك. لازم ابوس الولاد وخصوصا نجيب، الواد بيركب الحصان ولا اجدع فارس. على فكره دلعك في نجيب هيبوظه، وبعدين ما بتجيبش سيره لا توفيق ولا يوسف، مع ان الاولاني هو البكري. انا بحب نجيب عشان وشه حلو عليا، اول ما جه الدنيا اشتريت المزرعه والاشياء بقت معدن. طب وتوفيق ويوسف؟ انا ما فرقش بين حد من ولادي يا لطيفه، وبلاش طبع الصعايده والبكر والوخر ده. مالهم بقى الصعايده؟ مش كفايه انهم جوزوك بنتهم؟ ده ابويا ما كانش موافق خالص ان اتجوز واحد عراقي، بيقول ماكو رجاله مصريين. ولولا ابوكي شخط فيا شخطه صعيدي شحط محط، استحملته وعجبته ما كنتش انا العراقي دخلت دنيا، وربنا بعت لي اغلى هديه في مصر. طب يلا نشقر على العيال عشان تطمن. شكرا شكرا، ومعدنا هنا معاكم في الساحه دي يوم الحد الجاي. نجيب مرموش الله، انا مغطيه ومطمنه عليه والناس عندك. نجيب فين يا لطيفه؟ مش عارفه. ازاي مش عارفه؟ الولد فين؟ يكون على السويد؟ يكون في ال... انت شفته؟ مش موجود في الحمام يا لطيفه. ابني فين؟ انا عارف. راح فين يا ويسا؟ ويزا انت حاسس اني خرجتي عن ويزا؟ وكمان بتخلي ويزا يكذب، بتشيله ذنوب يا كذاب. يعني داير في الحواري تعمل اراجوز للناس؟ يا خيمتك في ابنك يا لطيفه، وكمان واخد الروب بتاعي للمسخره، وانا اللي منيماك ومطمنه انك متغطي ونايم. ادي ربايتك يا لطيفه، انا شيان طول النهار وسايب لك الولاد تربيهم، سايبالهم الحبل على الغارب، وانت من امتى تهرب بالليل وتعمل عملتك السودا دي؟ اول مره مش هعمل كده تاني، صدقني يا بابا. وانا هستنى لحد ما اصدقك. صح
سيد الكرباج السوداني. كرباج لا، الحقني يا ماما. الحق انت عايز قطع رقبتك، اضربه وقدبه. انا زهقت من الواد خالص، مش طالع زي ولادي ابدا. تعال تعال هنا لف، ولما الحزام يعلم على جتتك عشان تفتكره طول العمر.